المبادرة هذه حكومة كفاءات مستقلة ما تنجمش تكون وتؤدي المهمة متاعها إذا كان رئيس الجمهورية ما زال منبثق عن محاصصة حزبية، خصوصا وأنه مبادرة الرباعي فيها مشروع لتنقيح القانون المنظم للسلطة العمومية، وستبقى لرئيس الجمهورية اختصاصات ربما تكون تشريعية بواسطة مراسيم، وبالتالي رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون الرئيس الحالي. دونك الموضوع توا رجعنا الديمقراطية توافقية، ما عادش ديمقراطية ناتجة عن انتخابات مجلس تأسيسي. في الإطار هذايا وفي إطار استقلالية الحكومة واستقلالية السلطة التنفيذية، جاء اقتراح حركة نداء تونس والسيد الباجي خايد السبسي على أنه الحلقة ما تكتمل إلا ونضمن نجاح المرحلة الانتقالية الثالثة إلا بتغيير الحكومة والرئيس. هنا تقول لي شكون الرئيس؟ هو توافق، لأن باش نرجعوا للتوافق، التوافق العريض، هذا التوافق هو اللي باش يعطي الرئيس اللي ممكن عنده امكانيه باش يسير يكون على راس الدوله في المرحله الجايه. بطبيعه الحال في نداء تونس تعتبروا انه سي الباجي خايد سبسي هو الشخصيه اللي ممكن تكون محل توافق. السيد الباجي خايد السبسي هو مرشح حركه نداء تونس، واذا كان ثم توافق عريض حوله وكذلك تغيير في المنظومة بما فيها القانون المنظم للسلطة العمومية ليخلق صلاحيات تسمح لرئيس الجمهورية باش يسير إلى جانب السلطة التنفيذية الباقية مرحلة انتقالية تضمن إرجاع البلاد لعافيتها والاقتصاد لمكانته والمؤسسات إلى مكانته، ينجم يكون السيد الباجي. شنية إيجابيات الوضعية هذه؟ السيناريو هذا شنو هو؟ السيناريو هذا اذا كان نضمن له التوافق الكبير في البلاد يسمح ارجاع ثقة الشعب في المؤسسات، هو مربوط بتوافق ثقة المستثمر، ثقة الخارج، كل ايه